أدوات كتير حوالينا بنستخدمها كل يوم بدون ما نعرف إن الإفراط فيها ممكن يسبب لنا مشاكل صحية كتير جدا، منها الملح والسكر والدقيق والكافيين. عمرك سألت نفسك هل ممكن أحس بدوخة بعد ما أكل ملح؟ ولا يا ترى ممكن أدمن السكر؟ ليه دايما بيقولولنا ناكل عيش أسمر؟ وهل في يوم ممكن نصحى نلاقي علاقة بين السرطان والكافيين؟ كل ده وأكتر مع فقرة خليك معتدل، برنجاري ميد فيجن، جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.